دلوقتي يا جماعة هو احنا وصلنا للجنينة بتاعة الكلاب، بس قبل ما ننزل لازم هو يكون مسترخي على الآخر وريلاكس، عشان لازم لما يتعرف أي كلاب تعرف على بعضها لازم يكون هاديين، ما ينفعش الحالة اللي هو فيها دي، عشان أنا مش عايزه يبقى يجري على كلب عشان يلعب معاه، وأي كلب تاني يفهم الموضوع غلط، فلازم يبقى مسترخي الأول خالص. حرس مش هطلعه من العربية غير لما يبقى هادي على الآخر. انزل تحت حرس. داون. نو نو نو. داون داون. ريلاكس ريلاكس. نو ريلاكس ريلاكس. ريلاكس. لما بيبتدي يسترخي خالص هبتدي انزله من العربية. Come here. Come here. يا ابني يا ابني. خلاص ريلاكس. Sit. No. مش هندخل غير لما يبقى هادي خالص، عشان ما يجريش على كلب تاني. انا مش عايزه يتعرف غير لما انا اخليه يتعرف على اللي هو عايزه. No. He looks strong. Yes. No. Sit. Sit. Good. No, sit. He can meet him, but I just want him to relax first. Yeah. No, sit. No, she was gonna jump on you and she's all wet. Oh, that's fine. No, sit. Sit. No. Sit. No, sit. Good. Wait. No, sit. Wait. Okay, come on. Here. I'll take away the temptation. That's all right. هي عنده المشكلة دي يا جماعة، فأنا بحاول اخليه يبطل. هو ما ينفعش يروح يتعرف على اي حاجه من غير ما انا اخليه يتعرف عليها، لان هو ده الصح. لازم تبقى انت متحكم في كلبك 100% طول الوقت. فهو في الاول طبعا عشان ده كلب روت، فلازم كنا نخليه يتعرف على ناس كتير وكلاب كتير في الاول، بس هو بقى عايز يتصاحب زياده عن اللزوم. لازم طبعا نعمل له اللي هو التصحيح البسيط، ان هو لازم ما يتحركش غير لما انا اقول له. انا هنا ما بعاقبوش، لا بضربه ولا بعمل له حاجه، هو مجرد ما يبقى عايز يبعد عني الليش بيصححه بنفسه يعني. ست. طبعا كل اللي بيعمله ده بيهلك هو نفسه على الفاضي، بس عادي. لازم في تربية الكلاب والتعامل مع الكلاب لازم الصبر، لأن هو بالصبر بتعرف تربي وتدرب كلبك على أي حاجة. لازم تبقى صبور معاه. حرس. ست. طبعا لما بيبتدي يديني النتيجة اللي أنا عايزها بكافئه. جود بوي حرس. جود بوي حرس. جود بوي. يبتدي يسمع الكلام يهدى فاديله مكافأة، عشان لازم طبعا التدريب يبقى فيه الإيجابي. حرس. نو. سيت. نو. نو. سيت. جود. جود بوي. لازم التدريب يبقى فيه زي ما فيه تصحيح. سيت. بيبقى فيه طبعا المكافأة، لأن هي المكافأة هي اللي بتطبع في دماغ الكلب.
طبعا اللي بيخليني اعمله كده لان هو عارف ان عارف امر الست كويس جدا ومتدرب عليه كويس جدا في كل حته. المفروض ان انا لما بقول له ست هو بيفضل قاعد مكانه ما بيكسرش الامر ده غير لما انا اعرفه ان انا خلاص كده مش محتاجه يقعد تاني. جود بوي. فهو دلوقتي ابتدى يستوعب الموضوع ويريلاكس مفيش مشكله خالص. حرس حرس ست كده لما بيبقى ريلاكس بيديني النتيجه اللي انا عايزها ببتدي ادخله الجنينه واحده واحده. جود بوي حرس. فدلوقتي هندخل ونقابلكم جوه ان شاء الله.